مراد خويا عثمان شماخ سيف. شكرا خويا عثمان، الله الحمد يحفظك. لله. بغيت نخرج شويه على الويب وبغيت نسولكم في هادشي ديال السيكيوريتي ديال الفونز. هاد اليومات اخوتي كندخل، ملي كنبغي ندخل الايميل ديالي، ملي كندخل الجيميل ولا الايميل، كنبغي ندخل في الاوتو فيل دوك السجستشن اللي كيطلعوا، كيطلع لي واحد الايميل ماشي ديالي، وما التليفون ديالي ما كيخدم به حتى واحد، كيطلع لي الايميل ماشي ديالي. ما عرفتش اخويا واش شي تروجان هذاك تلاح ليا في التليفون ولا شي مالوير. كندخل المالوير بيت كندير الاناليز، كيطلع لي زيرو مالوير، ما كيلقى والو. ما فهمت اخويا والله، ما فهمت. الا كان شي واحد عنده شي فكره. عندك الاندرويد ولا الاي او اس؟ الاندرويد اخويا ديك غير رشيد كي ماين عندك ربي يعينك. طب حلو والو. شوف اخي عثمان باش جاي يخطيني على هاد السيت اخويا. انا شي صراحة واحد اخويا دخل سيدي التليفون. اخي الياس سير قلب في جوجلات وصافي. صراحة هذا شوية بروبليم تكنيكال شوية، ما اعرف الصراحة. داك الشيء واحد مية في نجاوبك المية لا شي واحد ماشي دخل لي واحد التليفون، وبغيت نوايبي راه الداتا مية في ديالي. مية إلا مية في ممكن مية نوايبي رشيد ماشي شي واحد، راه مية في مية رشيد. مول بي تي سي شخصيا معاك وكتقول شكون اللي كان كيهضر؟ شكون اللي كان كيهضر؟ اسمه الياس يمكن. خويا أوجا خويا أوجا 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 الذي قال لك الحل. أولا لا نسيتك أخي مهدي، ما أنا نحصلها فيك أنت. مرحبا مرحبا. المهم اخويا الياس، ما عرفتش انا كيفاش كتخدم انت بالتليفون وكذا. المهم اول حاجه تديرها هي سير حيد بعدا دوك الابليكاسيون اللي ما كتعرفش، ياك دوك اللي ما معروفينش من غير لي زابليكاسيون اللي كيخدم بها العالم كله، حيدهم وتشيك راه كيكونوا دي زابليكاسيون كيكونوا هايدن. ما سمعتش واش قلتي عندك اي او اس ولا اندرويد؟ اندرويد اندرويد اخويا اندرويد. اندرويد. المهم تشيكي، دخل اليوتيوب شوف كيفاش تشيكيت هذوك لي زابليكاسيون اللي كيكونوا اللي ما كيبانوش في البانل تاع لي زابليكاسيون. ولا كنتي عندك بوسيبيتي تكونيكتي مع البي سي، دخل تشيكي الفايل سيستم ديالك الا كان شي حاجه، وجرب شي جوج ولا ثلاثه لي زونتي فيروس كيف قلتي انت مع الوار بايت، ولكن راه كاينين وحدين اخرين تشيكيهم. سينو يقدر ما تشيكي يديتكتيش اخي مهدي، يقدر ما يديتكتيش مرة يا إذا اذا كانت شي كان حاجة شي حاجة. ادفانسد، إذا كانت شي حاجة ادفانسد راه خصك ما عندكش حل إلا هو خصك واخا دير لي الا ريزيت. وايبيت الداتا تدخل ديالي كامل فورينز درت ريزيت، الا درت ما فاكتور عقلتش واش ريزيت ما عقلتش يرجع اخي لي الياس، التليفون. نعم اخويا رشيد. ما عقلتش زعما انت واش ديجا تفك لشي فورينز ولا كليكيت على شي ليان، صيفطوا لك شي ليان في جيمال؟ لا لا ما كان كليكيش، ما فيهاش هذيك الحالة، ما كان كليكيش بقى. ما عرفش من جاني عندك شي سير حاجة سيتينغز، والله. اجي سير سيتينغز يمكن ازيكم يوصلني بالواي فاي، شي واي فاي، حيت اسمعني. القهوة فعلا كيتكونيكت عليا، كنتكونيكت بشي واي فاي، ما تعرف يكون لونصا ليا شي واحد شي لعبة ولا شي عندك حاجة. غير شي ابليكاسيون بحال تيب ميت ولا شي حاجة متلي شارجي ابيكا؟ الياس تسمعني؟ وي خويا خير رضا هذا، غير كنسمعك، يسالي مرحبا. غير يسالي الدراري. بغيت اي تجاوبوا على سيركم هذا السؤال المهم تشوفوا تيساليو. باش أبي عندك نجاوب على سؤال السؤال. آخر. حديت سير يمشي تفضل. للسيتينغز ديال التليفون، في السيتينغز ديال التليفون، وغادي يمشي للاكونت ديال اللي كاينين في التليفون، وتشيكي شنو هو الجيميل اللي كاينين، واش كاينين ثلاثة، ياك ما كاينش شي واحد اخر، شي واحد اخر داخل ليه، فهمتي؟ غادي يمشي للسيتينغز وغادي يمشي للاكونت، قول لها غادي يمشي للاكونت وغادي تشوف لي زاكونت اللي كاينين عندك في التليفون دي. جيميل، واش كاين شي جيميل اخر من غير الجيميل اللي عندك انتيا؟ شحال من جيميل عندك في التليفون؟ واحد ديالي باش كنخدم هو واخا الطبيعي دخل واحد. دابا تشيكي دابا تشيكي التليفون واش تشيكي كاين شي دابا. جيميل اخر. الا كان شي جيميل ماشي ديالك سيبريمي، لا لا طلع ليا واحد، ولكن ملي كندخل الكروم غتلقى جوجل اكونت. وكنبغي ندخل الباي بال ديالي، ولا كنبغي ندخل مثلا الجيميل ديالي ولا فيسبوك ديالي، كيطلعوا ليا جوج في الاوتوفيل، واحد دير يمين وواحد دير احمد، ما عرفتش شكون هادو. هو اللي يحاول ما عندك امكن تشيكي بعد هذاك ديك التليفون هو الاول، تشيكي التليفون الاكونت اللي كونيكتين بيه. وخويا الى واي بي الداتا ديالي، الى درت ريزيت فاكتوري غادي يرجع لي التليفون هو هذاك، غادي زمان اليميني الشك. ديتي ريس الفاكتوره غادي تمسح كل شيء. مزيان اي هذاك هو اخر ماشي حاجه غادي مشكل. دير صافي.
يعني ما يمكنش يبقى الخوت اخويا سايف، ولا ما يمكنش إذا يبقى. كانوا باقين عندك لي زابليكاسيون، درتي ريزيلت غير البارامتر، وكان شي ابليكاسيون هي اللي كدير لك اوتوفيل، نورمالمون غادي يبقى عندك هذا البروبليم، لانك كنت تيلي شارجي شي ابليكاسيون من شي سيت غير ابي، كما دازتش في البلاي ستور مثلا باش دير لي الريفيو وتسكانا وشوف البيرميشن اللي فيها وداك الشيء. نورمالمون ولا كنت مانستالي شي ابي غير من شي سيت، وكان شي واحد هذيك الابليكاسيون داير فيها شي مثلا شي سبام ولا هكا، راه نورمالمون راه غادي تبقى ديما يطلع لك هذاك لوطوفيل ديالو هو، فهمتي؟ لانه عنده شاد يكون واخد البيرميشن واخد كل شيء. فهمت اخويا، كنرد البال زعما نورمالمون، كنرد البال ديك لوتوريزاسيون اللي كنعطي لي زابليكاسيون، كنرد البال ما كنعطيهمش خاطر هاد كاينين ما كنعطيهمش لوكاليزاسيون. ما تعرفش منين يجي الياس، ما تقدرش تعرف واش لي زابليكاسيون ولا شي واحد، فهمت؟ شي واحد حط لينا عليك. شوف بغيت تبني راسك اخي في الماط هذاك التليفون. هذاك الشيء اللي غندير اخويا رشيد، وشكرا بزاف على الافاده الخوت كاملين. واحد المعلومه مازال خويا رشيد، راه قريب الفيلا، راه الشيبه غاده. وصلت اخي باش تقرب، نتمنى غير الاختي. الله يحفظك يا خويا رشيد. لا خويا رشيد رانا صيفط لك في التليجرام. شكرا بزاف. السلام عليكم. على فكره اخويا عندي واحد لا كيسيون، باش نعرف واش واحد القطه واحد واش تسكاميش ولا لا. المهم كنت واحد النون دومين، باش واحد خونا صافط دير ليا ترانسفير تاع نتاع البي تي سي في واحد سيت سميتو كريبتو هات، كريبتو سي ار اي بي تي او اش يو تي بوان نت. باش نعرف واش تسكاميش ولا لا، لقاش قالوا لي خصك تفيريفي الاكونت ديالك، باش خصك دير ديبوزيت نتاع 0.01 بي تي سي. ودرت درت في الاول كثر، درت 0.0112 بي تي سي، وقالوا لي صيفط لهم في السيبورت. قلت لهم انا ما باش يخدم لي ويدرو. موراها قالوا لي لا خصك دير المونطون اكزاكت نتاع 0.01 لقاش السيستم هذا. قلت لهم واش ما يمكنش تاكتيفي لي الاكونت مانويل؟ قالوا لي لا خصك ضروري دير زعما تصيفط هذا المونطون هذا النيت، وعاود تصيفط 0.01 وحيدوا لي 2% 2% نتاع لي فري ديالهم. قلت لهم شنو هذا الشيء؟ قلت لهم راه صافي 0.01 بعد السبام اخاي باين. نورمالمون لي سيت على الواليت، نورمالمون لي سيت تاع واحد كاين بلوك تشين كيطلع لي سيت اللي تحط فيهم البيتكوين وداك الشيء، ما كطلبش منك لا ديبوزيت لا والو، كتاخذ الادريس ديالك كتحط فيه داك الشيء اللي بغيتي، ما كاينش اللي كيسولك شحال خاصك ديبوزي ولا هكا، فهمتي؟ شنو سميت هاد السيت؟ فيريفيكاسيون تتكون يعني بالاي دي ماشي بالفلوس، ماشي تتفيريفي بالفلوس. وهذا هو المشكل، ما فهمتش انا هذا. هذاك السيت جوجلي عاد يطلع لك الريفيو بلا سبام، فهمتي؟ جوجلي وشوف تلقى ناس. لا جوجليتو ما خرجش ليا زعما، ما بقاش زعما شي حاجه. طرات بايلوت شوف. نعم اخويا. دخلت طرات بايلوت وشوف تما واش. انا نعطيكم سميت السيت تشوفوا واش كتعرفوا انتم، سميتو كريبتو هات. crypto.hut.net. سبان تشيك هاد لا خد نسولكم الله يرحم الوالدين. ما عرفتش واش كاين شي دري هنا ديال التريدين، حيت انا جديد معكم في الجروب، هادي شي 5 ايام بديت كندخل. بغيت نعرف واش كاين شي دراري خدام في لون اب ولا في ليلو. فاش لون اب الاب وان، المهم ما بقيتش عاقل واش الاب وان ولا لون اب وليلو ديال التريدين. تريدين نورمالمون في الباينانس، اغلبيه كيخدم في الباينانس. لا ماشي تاع كريبتو، على الفيوتشر. خويا رشيد ما كاين حتى شي ريفيو في تراست بايلوت، باقي هاد السيت جديد دابا، فهمتي؟ بحال انت من الاولين اللي تنصب عليه. ايوا رانا خير حرام. شنو انا دابا مشكل هادي يا صاحبي؟
شبه اخويا في تراس بايلوت باش واحد اخر ما يعيش. وي صالح دابا ما عندكش كيفاش تريفيرسي دابا اذا خلصتي بالكريبتو ما كاينش كيفاش تريفيرسي فيهم. انا عندي واحد لا كيستيون زعما لقاش دابا هو هضرت مع السيبور وكذا قال لي خاصك دير هالامونت شحال خاصك دير هذا هذا واش زعما صراحه ما كرهتش صراحه نجرب ندير داك الامونت اكزاكت نشوف واش يخدم ولا لا. شنو بالك واش مشيتي لهذا السيت انت بالضبط دابا واش بغيتي تشري سيت بغيتي تشري دومين؟ لا لا واحد خونا بعث له هذاك الدومين وقال لي هو بروبوز عليا هذا السيت هذا هو اللي جا هذاك خونا هذا سكاميت اخي الياس هذا خونا هو اللي جا هذاك خونا هو اللي جا بغيت يشري من عندك الدومين ديالك ياك هو اللي جا ها بان لي دابا دومين مزيان عندك و دابا بحال صدرجك بهذه الطريقه باش يديك لذاك السيت وهي مشكله الدومين مشى الراوند مشى اين ريجيسترا باش كان عندك جو دادي ولكن نقدر نركبيري في جو دادي لا هضر مع سي بو سير هضر معاهم دابا نهضر معاهم دابا الناس قول لهم المهم سكرين لهم عطيهم شوف واخا دابا فهمتي معايا هذا اين ميثود باش ترونسفيريتي واش بوش ولا عطاني هو الجو دادي ديالو الكونت نتاع الجو دادي ديالو الدومين ملي بوشيتي لي دومين سير هضر مع السيبور يعني راه يعني باقي الدومين في جود هادي ماشي ترونسفيران لواحد ريجيستر اخر داكو اوكي واصلا ما يمكنلوش يترونسفير لاقاش باقي ما كملش 3 شهور فهمت باقي ما كملش دابا هو قال لك نخلصك بالبي تي سي اخي الياس هذاك الشيء اللي كاين ايوا صافي صيفط لك في الواليد ديالك اش دعي علاش مداك السيت غير شافك ما عارفش راه داك السيت انا دابا هو شنو قال لي قال لي انا قلت له نديرو داك اسكرو مراه قال لي انا راه عندي هذا كريبتو هات وقلت له دير لي انت الفيرمون في البينانس ولا الكوين بيز وقال لي لا كذا ما حقا ما صراحه المهم انا بليت سكاميت قال لي ما بقالوش زعما داك الكوطا اللي تعطيوه انت على ويدرو المهم راه صافي راه يمكن تسكاميت هادشي اللي بان لي لا سكاميت 100% هادي ما فيهاش خصوصا ملي خرجتي من الطريقه ديال تيجيك البلاصه ديال الكريبتو تيقول لك تمشي عندك الدومين ولكن غنخلصك بالكريبتو والكريبتو راك عارف فين كتشري في سي بي مو صافي مشيتي هذاك الشيء اللي كاين داك الشيء اللي بان لي مو احترف هاد خونا المهم اخوتي حدا راسك مراد كتبغي تتعامل مع شي واحد اخي الياس بي تي سي خويا شوف ديك الوالد ديالك في تراست والد ولا في شي بلاتفورم اللي جرنا صيفط لك في الوالد ديالك النيتورك فاهموا على النيتورك اللي صيفط فيها وستات ما كاينش ما تمشي لا السيت ولا السيت هذاك الشيء اللي كاين دابا داك الشيء اللي كاين صراحه شكرا مراد خويا انا دابا انستاليت الكلوب ديك وحطيته في ابليكاسيون مشيت لابليكاسيون ما عادش ندير ديك القضيه اللي قلتي ديال اليميني دونك انا دابا في ابليكاسيون خرجت لي هنا في ابليكاسيون كليكي عليها مره واحده اها سيليكسيونيتها دابا هي بالزرق ابري كوماند ديليت من الكلافي ديالك كوماند فيني ديليت كوماند ديليت اوكي دونك فين مشات دابا صافي راه تحيدات لك من البي سي بيرمننتلي ماشي مشات لك على الطريق كاينين جوج طرق باش كتمسح من الماك كاين ديليت وكاين بيرمننتلي ديليت فهمتي بيرمننتلي ديليت هي اللي قلت لك دابا بالكوماند ديليت خاصك دير ريبوت وانستاليها من جديد وانستاليها وانت الواي فاي ديالك مسدود دونك خصني دابا ون انستاليها من نفس اللعيبه لا سير تيليشارجي نو كتمشي تيليشارجي الفيرسيون الجديده اللي حاطين في السيت وراه دابا انا راه تيليشارجيت الجديده اللي من السيت اللي هي كانت عندي دابا داوتشي اللي بغيت نقول لك انا انستاليت هذيك الجديده اللي كانت عندي ديال 1.3.9 ياك وما خدمت ليش 1.3.9 اوكي بلاش نشوف لك هي اللي عندهم في السيت انترنت ودارت الميزاجور وهي اللي كانت عندي الاخرانيه هي اللي حاطين الا ما خدمتش لك يعني الام 1
داروا فيه شي، درتي انت شي ميزاجور ديال الام 1 ديالك؟ مؤخرا جو كخوا هاد السيمانه، في هاد السيمانه انا غنقول لك دابا، حيت هاد السيمانه طلقوا واحد السيكوريتي ابديت، وطلقوا سفاري، وطلقوا شي حوايج. درتيهم؟ الا درتيهم ربما في مراد. انا كان يعني يلا تيستيش، يلا تيستيش الكلوب هاوس ديرنييرمون في الماك وما خدامش. ما خدامش؟ لا ما خدامش. اوكي، انت كتعرف تمشي للفولت اشرف؟ لا، انا اخر ميزاجور كانت عندي هي هي حيت انا عندي الميزاجور اوتوماتيك، تمام ما شفتهاش. دونك هي هي نحيدوها بلا ديزاكتيفي، نديرو لها اللعيبه. اوكي اوكي، ربما خاصك تمشي عرفتي داك بارامتر، وسير للسيكوريتي اند برايفسي، وقلب على الاكسيسيبيليتي، وقلب على خاصك تعطي البيرميسيون لابليكاسيون ديالك، فهمتي؟ دونك بلاتي غنمشي للبريفيرونس سيستيم. ما اشرف اخاي، ما نقدروش نبقاو غادي نطويل في هذا السوجي، لانه خاصك تكليكي، خاصك بشويه عليك باش ما ناخذش انا وياك لا بارول على الناس كيسمعونا دابا بزاف. معقول؟ الا بغيت تكتب لي ونكتب لك في البريفيو، ونمشي معاك ايتاب باريتاب باش نخليو الناس يستافدوا. مرحبا. في بسيط هذا اخي اشرف، اخي اشرف هذا مشكل بسيط، فهمتي؟ ديال الكلوب هاوس ما يحتاجش. اوكي، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. اشرف ما ننصحكش تستعملو، لانه ماشي برودوي اوفيسيال ديال كلوب هاوس. اوكي، فهما ديما غادي كيشوفوا شحال ديال لافوا خدامه في السيرفر، ومنين جايه، واش جايه من الموبايل ولا جايه من شي ثيرد بارتي. وانت يا خدام دابا بثيرد بارتي، فهمتي؟ يعني يقدر الاكونت ديالك ديال كلاب هاوس يقدر يمشي ليك في اي لحظه، لان هما راه كيشوفوا بان شحال من واحد كيسمع في كلاب هاوس، ولكن ما مستعملش لابليكاسيون اوفيسيال ديالهم، وهذا ماشي في الصالح ديالهم، فهمتي؟ دونك غادي يحاربوا ديما اي ابليكاسيون كتخرج جديده ديال كتخرج هاد الدروب ان فويس بشي ابليكاسيون ماشي اوفيسيال ديالهم. ايوا، نتمنوا يخرجوه لينا في سميتو في اللابتوب وينيونا. anyway، شكرا بزاف. باش تاصالي كلوب هاوس بي سي؟ نعم، طريقه يدير مثلا طريقه باش تخدم كلوب هاوس في البي سي، ديش باير ديال الاندرويد بحال نوكس بلاير، ديرو في البي سي. انا عندي ام ا، ابري تاصالي فيه لابليكاسيون، اي تاصالي فيه نوكس بلاير، واقيلا تيكون ديال الماك، غادي يكون فيرسيون ماك، غادي تكون اتانستاليها بحال تاتانستالي تليفون اندرويد في البي سي ديالك، صافي يطلع على شكل تليفون، دير جيميل فيه ودخل جيميل البلاي ستور، انستالي كلوب هاوس، وها كلوب هاوس عندك في البي سي عادي وخدم به. انا اصلا خدام به مزيان، حال دا خدم بتليفون فوسط البي سي. اوكي، شي بلاير اللي كان اللي تخدم الاندرويد فوسط الماك، انا النوكس بلاير نصحك بالنوكس بلاير مزيان، وقاد ليه سيتينغز ديالو ديرهم باش ما ياكلوكش الرام بزاف، دير شي كونفيغوراسيون ديال شي تليفون عادي 2 جيجا ولا شي حاجه بحال هكا، باش ما ياكلوكش الرام بزاف، وخدم بيه غادي يخدم لك عادي مزيان. خير، اوكي خويا، شكرا بزاف، بارك الله فيك، شكرا. مالكم سكتوا الاخوه؟ صحاب ديال كلوب هاوس اللي وقت انا كنت خارج حتى دخلت قبل، شنو
خويا عمرو بغيت نسولك على يخدموا امازون جيت بابل ريد بابل و امازون ميرشنت قضيت كيفاش تقلب على الكيورد يعني اللي طالعين بحال ديك النهار قلت على قضيه بريتني سبيرز طريقه ما فهمتهاش مزيان صراحه ديال الكيورد كيفاش تقلب على مثلا دين كيورد ولا شي حاجه بحال هكاك عرفت سمعتيني اخويا مراد ولا هضرت على الترند كتمشي للترند جوجل وكتطابي شنو الارتيكل اللي باغي دير يونايتد ستيت يا كدير يونايتد ستيت وكدير ساعه اربع سوايع نهار سيمانه وكتهبط لتحت وكتشوف الكيوردز اللي كيعطيك اربع سوايع ولا بغيتي حيت كاين اللي كيقلب للساعه فهمتي ايه حيت انا يلاه بديت نبدا في امازون ميرشنت وصراحه باقي شويه عندي سيرتو في هذا الشيء تاع الكيورد مازال ما بديت نبدا فيه الساعه مازال ما عرفتش كيفاش يعني كيفاش تكون الخدمه فيه واش بحال شكل ريسكين ولا كيفاش يعني الميثود كيفاش ريسكين؟ جاب الريسكين للهضره دابا قضيه الكيورد مثلا من نقلب على شي كيورد اللي طالع شي تيشيرت اللي طالع فهمتي ماشي انت اللي كتقلب على الكيوردز كتقلب على الترند شنو هو اللي تريندين فهمتي اييه راه تقدر تقلب حتى في الجابون شنو هو الترندز عندهم حيت كتدوز على طريق جوجل فهمتي اييه كتشوف شي حاجه اللي كتشوف شي حاجه اللي هي از تريندين دابا في هذه اللحظه هذه في 24 ساعه فهمتي ولكن كتعطي الكيورد شنو بغيتي شنو النيش اللي شنو النوع ديال البرودكت اللي بغيتي تبابليشي فهمتي شنو النوع ديال البرودكت اللي بغيتي تبابليشي هو اللي كطابيه ولتحت كتشوف الناس اللي كيستعملوا داك الكيورد اللي حطيتي انت لانك بغيتي تبابليشي وراه كيزيدوا عليك واحد ثلاث كلمات يعني الناس راهما كاين هاد الترند هذا الربعه السوايع الاخرى راه طالع بواحد 300 400 500% ايوا هذاك خدم عليه اي صافي اخويا شكرا اخويا مراد هاني يا اخي اخوان السلام عليكم عفاك شنو سميتو هذا السيت هذا اللي كيعطيك ترند ترند ماشي ترند ابا عبدو والله ما سمعتكش واش عبدو تطوان وي وي بغيت سمعت هضرت على واحد شي سيت كيعطي التراند شي حاجه اللي تراند ما سمعتش السميه ديال جو بونس تكلم على جوجل تراند زين لا ماشي جوجل تراند شنو بغيتي تعرف في التراند اللي هو تي ار او ان دي اس عرف باش نتفاهم وي تراند هذا حيت السيد اللي كان كيدوي على شي كيورد لي تراند شي حاجه وما سمعت السميه ديالو سي حيت السيد اللي كان كيدوي كان هضر على شي سيت ديال التراند ولا انا بالنسبه لي احسن تولز هي ديال جوجل فهمتيني يكفي انك تكتب انا متفق معك انا راه بيدي كنخدم جوجل وكنخدم حتى بواحد اخر انا بارطاجي دابا قلب عليه غير هذا اللي كيعطي ديال 4 ساعات ديال الساعه المكانه راه هو جوجل تراند نيت تعتبر جوجل كتعتبر ويب سايت فهمتي السلام عليكم لانه هو اشهر محرك بحث فهمتيني وي اتفق معك اخي غير انا بدي نخدم جوجل ماشي حيت السيد اللي كان كيدوي لا جوجل واش تخدم واش تقصد الموتور ديال الريسيرش ولا تقصد السيت ديال جوجل تريند انا كنظن واقيلا سمع الريد بابل و دا ماشي ريد بابل ماشي ريد بابل ايوا كنا كنهضروا على trends.google.com اي وشنو السميه ديك السيت اللي كنتو كدوي عليه هاد الجوج ديال لي سيت اللي دوينا عليهم حيت انا كنت يعني فين هاد باب هو ياك ما كتهضر على امازون لا لا
دابا حتى السؤال ديالك ماشي واضح، واش دابا حيت هضرنا دابا على شي سيت دابا في هاد اللحظة؟ الاخ ما عرفش ديك الولد اللي كان كيدوي قال لك بانه كيقلب شنو سميت هاد الولد؟ رضا. ما عرفتش في هذيك رضا ولي دوا زيد اي شنو اي قال لك رضا؟ انا دويت على سولت على جوجل ترند ديال جوجل ترند حيت سمعت انا البارح دابا هو واقيلا على ما فهمتش السؤال ديالك كان بارطاجا واحد السيت ديال حتى هو ديال الترند كيعطيك داكشي شويه ديتاي اكثر من جوجل ترند. دوينا بزاف البارحه شكون باقي عاقل الدراري على شي سيت لي علاقه بالترند؟ المهم انا دابا بغا يقول السين اونتي ولا يا كاين واحد السيت دو عليه مراد البارح سميتو السين اون تي في، هذا كيديروا فيه البروداكت اللي كيبانوا في تي في عند يو اس اي عند. واش هذا اللي كتهضر عليه عبدو؟ لا ماشي هو، كنطوم ماشي هو، حيت انا البارح كاع ما كنت البارح تفكرت اخويا اش نقول لك ماشي مشكل الدنيا ايوا سمح لينا اخويا عبدو شو ما صاير شوف عليتو علاش العكس. مرحبا مرحبا، كنخدم بواحد حتى انا كيعطيك داكشي مزيان احسن من جوجل ترند، ماشي احسن من جوجل ترند ولكن كيعطيك هو الكويريس اللي طالعين فهمت، وكيعطيك حتى يعني بالنسبه شحال البورسونتاج باش طالعين مي مزيان، زعما كنقلب فيه كنلقى فيه ساعه ساعه شي حاجات مزيانه. كيعطي لك بالساعه؟ ما كنمشي بالساعه، هو جوجل ترند راه كيعطيك بالساعه، ولكن جوجل ترند خصك انت تمشي تقلب ماشي هو كيعطيك داكشي اللي ضاير، وخصك انت تمشي تقلب. ولكن هذا اللي كنهضر عليك اللي كيعطيك لا تنسى دوك ما تشوف. قولوا لي هذا فري ولا بايد؟ لا لا فري، ماشي فري وكيعطيك هادشي بلا ما تقلب، ماشي عبر سجست ديال نير باتي؟ لا ماشي عبر سجست. لا لا واش اخي مراد هاني شكون اللي يسول باش نجاوبو بسميتو؟ فين با مات هاني مرشا قرب جاي تمشي وخويا اش نقول لك ترى ما بقى لك والو، غتصاوب شي كول غتصاوب شي كول سنتر في ديك الكوزينه. كي مشيتي مع الفويس اوفر اي ناديكم مزيان داكشي غادي مزيان يا دات سيمس انتريسين اللي داس على الراس كتنفع يا ولكن من فهمتش الناس عندهم خبره في مجال التليكوم وكذا شكون هما او ما نعرف اش كتهضر على راسي؟ لا لا اسمع اخويا لا لا سمخ إذا كان شي اي سي او كان شي فهمتي سمخ ما بقاش كيديه الناس مؤخرا ولا ماي بيزنس سمخ واحد شويه غيعيط عليه يخدم معاهم او خرج ولا عنده مشكل في لابليكاسيون كيبقى يخرج ويدخل. اوكي هو كيدير الجو في استراليا دير جوجل وشوف راه كاينه 8 6 في الحراره دابا فري فري اش نقول لك الله يسخر الامور حنا تال شهر 11 هذا يسخر الله دي خصنا نمشيو نسكنو في داك خط الاستواء والله ما كذبش ما بان حتى شي دومين جديد في الانترنت شي حاجه ما عمر شي واحد دوالها كاين موجود أتينا أخوي بالجديد يستفدوش الناس كنا شي حاجة نيش ولا
الكيوردز الكيوردز عطينا الكيوردز اخويا. لا شوف ماشي شي حاجة سبيسيفيك اون جينيرال فهمتي، الاندستري ديالها شنو هي شنو كدير، ماشي بالضرورة شي حاجة سبيسيفيك. شوف هاد انا الزدانة الصراحة خدامة فهمتي لواحد كان البروجي في العام، سمعت اخي اما مهدي؟ خير رشيد قلت له شوف هاد الزدانة راهم خدامين على واحد البروجي في الأعضاء دير ستيفن فيلد. يا زدين شي صاز هذا الزدانة عنده شي 4 ديال الكونتينر ديال لي كونتينر ديال الأعضاء. آه يا سلام طلعتي ديك النفس عزيزين بحال اللي كتقول تابعينك على هاد الاعضاء اخي عزيزي شي نهار تقول معاك والله يا خويا شنو وقف ليا دير شي جيف هو يا خويا وقف ليا داك الجوال يقول لي يا خويا سمعتي الاعضاء واقيلا ديال العالم كامل خلص الضرائب ديالك خلص الضرائب ديالك باش ما تلقى حتى شي مولي خويا رشيد راه بغيت ندير واحد البول لا عندك شي اجا ستيكي معايا اخويا نجمع الرزق شوف مع المدير السيفر عطاني بيرميسيون ستيكي معايا تا هو المارشي راه اليوم تحرك القضية راه 35 و600 راه مزيانة يطلع على 36 مخترق 36 36 400 تشوفوه في أقل هذا القدر اللي قلت لك 36 400 36 600 42 جو اهيد اخي رشيد واقيلا عندك شي مشكل في الصوت سمعته مزيان ولا انا اللي عندي المشكل لا عنده الصوت ناقص اخي زدان تيطلع على 36 600 36 500 ساعات نشوفه في 42 دابا باقي شويه ديال الغموض انا منطقتي فوت الربعين اخويا دوك الاختراقات الوهميه ما حديش معاهم اخويا كيكون فيهم الشك فات الربعين و دابا ما ركبش ديك الساعه يركب قبل ما يربي التران نشوف مورا دي كري لنا شي كوين ديالهم قوم شريو ليه غير هو انا نسمي جدريال لا انت بن فيك شتي فاش يكون البول ماركت فاش يكون البول ماركت كري اي عمله فيها ميمز فهمتي او دير لها شويه الماركوتين خسر لها شويه الادز في تويتر وفهمتي ونضرب من اللاقه يا عمر كوين مهدي وي خويا انت خدام دابا باش كتصوب في داك الاوتو بايلوت يا اوتوميتد بلوك ياك انا غنعطيك عقلتي نهار هضرنا على كيفاش دير البريدكشن ديال شنو غيقدر يوقع من هنا لقدام والحوايج اللي بنادم غيبدا يقلب عليهم يا تايم رود ولكن خاصني نوريك شنو فين غادي تمشي تلقى دابا اللي هو الحوايج اللي هما ترند بداو ومن هنا لقدام غادي يديروا بوم خاصك تبدا تكتب عليهم من دابا وتخدم عليهم من دابا يا ولكن واجد. ولكن بلاتي اناليزيو داكشي على لوجيك دابا الاوتو بايلوت خصو ضروري كونتنت ديجا كري فهمتي ولكن هذا الكونتنت هو ديجا واجد ومازال ما معروفش فهمتي بحال دابا كتعرف واحد الدومين غيولي جديد سميتو الباترين لا شو هو جاي من الكلمه سميتها باتر فهمتي واحد الدومين غيولي جديد سميتو الباترين هذا قدرت باش انا نقول لك كاع السميات ديال لي دومين ولكن انا اللي بغيت نعرف ماشي لي دومين بغيت نعرف شنو هي لا لوجيك داير اللي كتخليك تقول انه غادي يطلعوا من بعد حيت ها هما كنشوفهم دابا كنشوف لوكال لوف غيخرج واحد الدومين واحد النيش جديد واحد لعيبه جديده سميتها لوكال لوف خدامين عليها الشركات والناس وبدات كيقراو عليها وبداو كيخرجوا كتبه كاينه يونيفرس ولكن مكتوبه بواحد الطريقه اخرى كاينه يوبيتك كاينه انفو لوست كاين فوزي نوميكس
كاينه اف ميرال، يعني كاينين شي حوايج دابا الناس خدامه كيصوبوا في شركات كيحطوهم في دبي، كيحطوهم في سنغافور، في اسطنبول، كيديروا هاد السيرفيسز ديال الباترين، فهمتي؟ ولا الوالبين، ولا كاين واحد التكنيكس خدامين عليهم. المهم انا غتمشي، غادي تمشي تدخل الترند واتشين بوان كوم، وغادي تمشي انفو بوينت تريند واتشين ولا تريند واتشين. انت شوف شوف اش غدير، غادي تمشي لجوجل ياك ولا باش نصيفطك نيشان اللينك، غتمشي لجوجل وغادي تكتب تريند واتشين كلمه واحده ودير اسباس وكتب حداها ذا بيجر بيكتشر. صافي اوكي سير الله. تريند واتشين بوان كوم زيد ورا، دخل قرا مع راسك تما شوف شنو راه عندهم الار اس اس، عندهم الفري ترينز، عندهم البيست سبوك، شوف الاكاديمي، فهمتي هنا فين كيتلاحوا شي حوايج اللي كتقول ما هذا يا هذا، فهمتي ما هذا يا هذا، والله الا ما هذا يا هذا. المهم انا شوف شوف بس دابا انا اللي بغيت باش زوينه دابا هذه القضيه اللي قال مراد في اند وايت تايم شنو هي الشماخ. ما سمعتكش سمعت اخي مراد قلت يا الشماخ. والله ما سمعته والله، خصو نبقاو ندعيو معاه مع الكونيكس. والله الا الشماخ خصك تركز ملي دي بلوك يركز شمش قول واحد. المهم اخي مراد ليدي اللي باش يستافدوا من الناس كاملين، اللي دابا خصك تعرف كيفاش السيرش انجين كيخدم مثلا جوجل اللي هو لا سورس تاعنا فو كامله، كيفاش تخليها تخدم ليك انت وتعطيك دي زانفورماسيون كي سون بيرتينونت. كاين واحد الحاجه اللي انا قليل الدراري اللي كنعرف في الدومين كاع ديال الانفورماتيك تيخدموا بها، هو هذاك التولز ملي كتدخل كتسيتي فيه تايم انترفال اللي دويتي عليه انت ديال 4 السوايع ديال الساعه. مثلا ملي كندخل كندير مثلا شي سيرش اون جينيرال على شي حاجه وكان المهم بلا ما ندور داكشي ديال لي زيكسبريسيون ريغولير وكذا، المهم شي حاجه بازي كتدخل غتابي شي كيورد مثلا وينين ديرها وينين ودير اونطري وسير السيرش انترفال داك اللي كاين في السيتينغز عرفتي ديال ادفانسد سيرش. عرفتو عرفتو يا صافي، دير فيه نهار ولا دير فيه ساعه ولا دير فيه وشوف وقرا غير هذوك جوج لي باج الاولين، ضروري ما تخرج لك ما يخرج لك شي توبيك اللي جديد اللي غتاناليزي انت غيبان لك فيه الضربه، فهمتي؟ سواء في بارتي اي سي او سواء بارتي اي كوميرس سواء لي جو موبيل سواء، فهمتي؟ انا هذه برود ايديا، فهمتي؟ تخدم في كاع لي بيزنس. المهم جاست يس اي اجري اي اجري. وكاين المهم الا بغيت تطلع النيفو كتقدر تشد هذاك الترندز ديال جوجل وكتمشي تقلب على كيفاش اوتوماتيزي الترندز ويجيك واحد الريبورت كل ساعه كل ربع ساعه يا سي كل شي حاجه كتوط شي هذاك ريزلتس لا ديال جوجل، فهمتي؟ يا المهم كاين واحد الا بغيتي تدخل دابا نوريك واحد الطريقه كيفاش تقلب على بحال بار اكزومبل انت كتقلب ولكن بغيتي تقلب على شي نوع ديال الكونتنت اللي كدير ليه النارو ديال الريزولتس. هاد النارو المهم باش الناس اللي كيسمعوا النارو هي اي او، يعني شي حاجه اللي يكونوا فيها جوج الحوايج ولا يكون فيها وحده في الجوج. المهم شي حاجه لوجيك اكسبريسيون لوجيك. كمل خير مورا. هاد النارو ريسيرش كتقدر توصل تقول لجوجل خرج لي لي ريزولطا اللي داك اليوزرز رايت يكون فري تو يوز ولا شير ولا نون فيلترد باي لايسنس ولا فري فور كوميرشال يوز، فهمتي؟ يعني انت واش كتمشي لعند جوجل كتقول لي عطيني كذا وكذا ولكن بغيت نعاود فيها البيع بلاتي واش هادشي لي كريتير في سيتينغ. اي يا اخي وريهم لك. اوكي ويت. انت شوف غتمشي لجوجل يا
طابي تما باغ اكزومبل بغيتي تخدم نتايا، نقولو بغيتي تخدم على شي ديزاين ياك، يا اوكي دير نتايا تما هابي كابل، يلا هابي كابل كابل هابي شنو؟ هابي كابل شنو كابل زعما كابل كوبل كابل اوكي ياك، وغادي دير اي اكس تي اها ودير جوج النقاط ودير اس في جي يا يا اكستنسيون اكس في جي اوكي وبلاتي دابا، ومني غدير اونتري غتمشي للسيتينغز اها ياك ادفانسد شتي ادفانسد دير شتي ادفانسد سيرش يا غادي تهبط لتحت كاينه يوزج رايتس يا يوزج رايت كيدير نو فلترد اها فري تو يوز شير او موديفاي فري تو يوز شير موديفاي ايفن كوميرشالي صافي ملي كدير ليه تات كتعطي ادفانس سيرش وكترجع وحيد ديك الاكستنشن ديال اس في جي وقلب على اي حاجه كتبان لك تما واش ما كيعطيهاش لك لما درت شي اكستنشن اكس في جي يعني الا بغيتي تسبيسيفي مزيان اس في جي باش تشدها نتايا وتلعب بها كيف ما بغيتي دابا انت دويتي في كوتي ديزاين اوكي اوكي صافي فهمت يس يس وهاد الطريقه هادي استعملها في بزاف د الحوايج ماشي غير فهمتي اش بغيت نقول فهمت ليدي في اي فكره طاحت لك على البال زعما ماشي غير في يا هاي مراد السلام عليكم عاود لينا كان الله الحمد تبارك الله فيك عاود لينا هاد البارتي ديال السيرش عاود اخاي المهدي نتايا باش نشوف واش شد انا حيت عندي داك الناره وكان واخا اخاي واخا انا نعاود انت اسمع اخي محمد دابا في جوجل كاينين دابا كاينين واحد الطريقه ديال كيفاش تقلب ياك دابا انت الا بغيتي دابا هو المثال اللي عطاني خي مراد ديال مثلا سوبوزون انت خدام مثلا في الميرش باي امازون ولا شي حاجه اللي عندها علاقه بالديزاين ياك وبغيتي جوجل يخرج لك واحد لي ريزولطا فيلتري يكونوا دو كاليتي يعني تقدر تشدهم انت هذوك تخدم بهم ديريكتوم وي نديرو اكزامبل ديال كيف قلنا ديال الميرش باي امازون انت شنو كيخصك دي ديزاين اللي يكونوا دي ديزاين فري تو يوز يعني الكوبي رايت ديالهم ما عليهمش كوبي رايت يعني الا خدمتيهم بهم ما يطرا لك والو وي متفق معايا خي محمد وي دابا هادو كيفاش بغي يخرجهم لك جوجل غتدخل الجوجل غطابي مثلا النيتش ديالك غدير اونطري ياك غتمشي للسيتينغز وغتمشي للادفانسد سيرش ومني غتمشي للادفانسد سيرش غادي يخرج لك واحد الفورمولير هذاك الفورمولير دابا انت اخي محمد المهم ما عرفتش الا ما فهمتيش شي حاجه قول وقفني فهمت. لا وي وي لا فاهم كمل معاك غادي نتبع انا يخرج لك داك الفورمولير الفوق غادي يبقى داكشي اللي طابيتي ياك باش هبط لتحت غتلقى يوزز رايت يوزج رايت يعني لي دووا ديال الجلساتيون فوالا اللي عنده بالفرنسي وغادي تكليكي عليهم وغيخرجوا لك بزاف ديال لي شوا فري تو يوز شير اور موديفاي فهمتي يعني هادو يعني دوك لي ريزولطا اللي غادي يخرجوا لك في جوجل بالنسبه لجوجل راه اي سون ليبر دو دووا يعني تقدر تخدم بهم بشكل بلا والو بحال دابا نبدلها ندير فري تو يوز اور شير بحال يا شوف انت شنو بغيتي تخدم بها كوميرسيال خصك دير ايفن كوميرسيال يس هانت انا نمشي معاك عاوتاني بعيد في الفايند بيج ويد في الادفانسد ريسيرش في داك الاول ذيز ووردز ملي كتكتب انت داك الوردز كتب تما بوك صافي ذيز اكزاكت وورد اور فريز كتبت تما كيد any of these words كتبت تما كيدز دير فاصيله دير child دير اي حاجه بغيتي ياك شنو دابا كتعطي واحد specific research وغتهبط لتحت غتمشي للفايل تايب غادي تعزل غتمشي تسيليكسيوني البي دي اف راه طالع لك تما بي دي اف ياك وفي اليوزرز رايتس راه كاينه تمايا فور فري تو يوز share modify even commercially ملي كدير كليكي على advanced research الا خرج لك تما شي بوك راه خرج لك واحد الواتر سول بلوك هذاك راه واحد البي دي اف سير تقدر تعاود فيه البيع صافي يا yeah,
صافي شكرا شكرا خاي مراد شكرا هاني يا خاي مراد المهم اخي مراد ان شاء الله من اللي جاي نقول لهم شدوك انت تقر هذا شيء شدو زود يشدو اي واحد من دابا اخلوك ستة مع المجموعة تقر مراد مش قرب جيت 16 انا كيقول لك بالله بالعكس والله بالعكس اخوينا موسوعة ديال الايفان والله وانتم والشباب جميعا اخوان بالنسبه لديك السيت اللي كيعطيك الترند سميتو explodingtopics.com رايك تدخل له كيعطيك الترند اللي طالع كيعطيك ولكن ما كيعطيش ديال يعني نهار ولا سيمانه ولا كيعطي حد شهر شكرا اخي عبد المعلومه حيت هاد اليومين كنت سمعت هذيك الاخ مراد كان قال واحد السيت وما كنتش سجلتو ومشى ما حتى هو كان قال بانه كيعطي الترند ديال الساعه كنظن ولا شي حاجه المشكل دابا اللي كاين في جوجل وخصك تمشي انت تقلب بيدك وتفتش ما يعطيكش مثلا الترند اللي خي عبدو داكشي اللي كيعطيوك واجد راه كيعطيو لكل شيء واجد اما خي قلت لك داكشي اللي غيعطيوك واجد نتايا غيعطيو لكل شيء واجد يعني كل شيء غيمشي يخدم عليه كاع اللي كيقلب عليها سهله غادي يعطيوه هذاك دوك لي تراند اللي طالعين لك اوكي فهمتك فهمتيني الا مشيتي قلبتي على شي حاجه بيدك ادفانسد وضربتي تما راه غطيح على شي حاجه كاليتي إيه فهمت كيف ماشي داخل السوق داكشي اللي برا راه كيكون الثمن طالع كتبقى غادي وكتدخل والثمن غادي وكيهبط فهمتي لا اتفق معك الله يسخر الامور اخي عبدو الله يحفظك اخي تحياتي مرحبا محمد باقي معنا وي خايم والله حل باج جديده ديال جوجل يا وي وغادي طابي فيها ميرش باي امازون ليتر ودير او اكس تي جوج نقاط بي دي اف وي خيمون ندير لها نفس اللعيبه اللي درنا قبيله ديال ادفانسد سيرش ولا لا لا ما دير والو غير جوجل عادي وي ها ما خرجوا ليش خرجت لك ميرش انفورمر بوينت كوم ابلود 2018 09 سعود وي كليكي على هذاك داك الفيشي يخرج لك واحد الباج جديده فيها واحد الكتاب فيه 278 صفحه خرجت لك وي خرجت لي
وداك الكتاب راه كيبيعوه بالفلوس، انت دابا خديتيه فابور، فهمتي الطريقه باش كتقلب على البايد كونتنت بالبي دي اف؟ فهمتي كدير غير الكيورد، كدير الكيورد وكتقلب في الاكستنسيون اللي كتقلب عليها، وبحال هذا النوع ديال بحال دابا هذا الكتاب هذا خصك تكون مابوني معاه مع عاد تقدر تاخذ. فهمتي تقدر تاخذه ويفهمك. المهم هزات الكتاب نتايا وضرب عليه طله، راه باقي فيه شي حوايج زوينين فهمتي. واخ ندير كيوريك كل شيء على الميرش باي امازون، راه 278 صفحه ديال الميرش باي امازون اونلي فهمتي، كل شيء كل شيء. دير انت غير كنترول اف الا كنتي كتقلب على شي زعما شي حاجه كتقلب على شي كلمه غتمشي ليها نيشان فهمتي. ورا دايرين اللينكس حتى هما عندهم اللينكس ديال كيصيفطوك زعما لشي حوايج خارجين على هذا الكيورد فهمتي. كيورد تول كاين كاينين بزاف ديال لي تول تما دايرين ليهم اللينكس، غير قلبوا كيفاش دير البروموشن، كيفاش دير السناب شوت، كيفاش تقلب على الكوبي رايت، كيفاش كيفاش كلشي كاين تما صافي. صافي شكرا اخي مراد، شكرا. الله يرحم الوالدين. هاني والدينا. غير واحد الحاجه خاي هذا مراد على ميرش باي امازون، حيت من قبيله وانا تنقرا عليه غير ديك الساعه كنت علاش ما كنت ساكت كثير تنقرا. واش ضروري تيطلبوا هذا البيزنس ويب سايت ضروري يكون عندك ولكن لا ماشي ضروري يكون عندك الويب سايت ديالك، ولكن لا بغيتي زعما تمشي بعيد كتسجل في ميرش باي امازون، وكتسجل في تي لانش، كتسجل في ريد بابل، كتسجل في كاينين بزاف كاين عرفت نقلب عليهم عرفتهم وريتهم. ولكن ماشي ضروري يكون عندك ستور ديالك، مي الا كنتي بغيتي دير ستور ديالك راه كاينين لي زابليكاسيون اللي كيلينكيو الميرش باي امازون مع شوبيفاي ولا مع ووردبريس، وكتولي ديزاين واحد حاطه يتباع في فقاع الستوري. ولا شرا شي واحد من عندك من السيت عندك راه الكوموند كتمشي نيشان التريتا في البلاطفورم، كتريتا في البلاصه اللي هي خصها تصطبع وتمشي منها فهمتي. انت فاش كتبغي دير الادز زعما تخلص على الادز راه ما كديرش الادز اللينك ديال امازون ديالك، دير الادز ديال السيت ديالك فهمتي، باش بنادم يجي يشتري من عندك انت من السيت عندك، عاد انت كتدوز الكوموند اللي غيطبع عليك ويصيفط. وي بحال الكوموند تريتها في البلاتفورم صافي هذا هو. اييه انت كتبيع شي حاجه مازال هي ما عندكش، ما ماشي انت اللي غادي تخدمها. وي شكرا شكرا خير والله شكرا. عجبني يعني يا اخي يعني هذا الكتاب واعر صاحبي هذا مالك عليه. لا راه حس بصح مراد ما تيبقى يضيع الوقت فهمتي، شلا فهمتي في التخربيق وفي شي ماشي يعني مثلا كنا نركزوا صراحه على شي دومين بحال كا تمشي تقرا عليه وتحاول يعني تاخذهم من كما يعني هذا هو الفكر دابا اللي بان لي انا عندك، تتحاول دابا انت تتوجه الناس لواحد الفكر بان ما تضيعش وقتك في الخاوي، شد شي دومين بدا عليه ليغال يعني ومن الاول فهمت، بدا عليه ستيب باي ستيب كما تنقول، حيت هو اللي خدام سوي داكشي. دابا حنا بنادم كلشي باغي نجهز داكشي جاهز طاني بدا يدخل في العاق ماشي باغي بحالك هذا هو ما يمكنش مستحيل. صافي لا حيت حد قدر تدخل ولكن كما قلنا يعني على واحد المده محدوده صافي شويه تيريب عليك الحياه. شحال ديال الوقت كتبقى تضيع باش تصاوب هذيك الحاجه؟ واش ما غتاكلش انت، ما تلبسش، ما غتمشيش تشري
روشارج، ما غتشريش الدواء، يعني شحال قدك، فهمتي؟ وانا عندي واحد التجربه مع ادسنس اخاي مراد في الالف، تصور نقول لك في 2008 مع يعني فهمت، كان هذيك الساعه باقي، هذاك الشيء باقي فهمت، باقي جديد يعني، باقي